مشاهدي صوت الساحة العسلامة ومرحبا بكم في برنامج لقاءات وحوارات في إطار مواكبتنا الحصرية ولقاءاتنا الآنية اللي عودنا بها مشاهدينا داخل حدود الوطن وخارجه. اليوم نستضيف السيد سعيد المجري معتمد القلعة الكبرى ورئيس النيابة الخصوصية. سيد سعيد المجري قال لي للفوضى وللبنائات الفوضوية، باش نحاولوا نحاوروه وناخذوا أهم الحلول والإجراءات التي سيتخذها لمحاربة هذه الظاهرة. المزيد من التفاصيل تابعوا اللقاء التالي. مرحبا بك سي سعيد، في ظل مش نحكيو على المدخل الرئيسي الشمالي لمدينة سوسة، نحن نعرفوا ان المدخل هذاك مهم وسيصبح على القريب العاجل فما امكانية انه يصبح ذو 4 مسالك أو 8 مسالك وستتم توسيعته، حركية كبيرة وطاقة استيعاب كبيرة. ماذا اعددتم كخطة لمثال التهيئة مع العلم انه فما برشا مصانع قاعدة تبني بطريقة فوضوية وتنتصب بطريقة فوضوية على اراضي فلاحية، واكرر للسادة المشاهدين انها قاعدة تبني دون رخص؟ والله يعطيك الصحة أخ سهير وبارك الله فيكم من خلال الساحل تي في على الموضوع ذا اللي توما حطيتوا عليهم الأصبع متاعكم. فعلا كل المدن في تونس تعاني من اكتساح خلينا نقولوا البناء الفوضوي، وبالنسبة لنا احنا في بلدية القلعة الكبرى تحت قاعدة معناتها الرؤية متاعنا والفلسفة متاعنا اللي تتمثل انه إضافة للحاجة إلى تطبيق الملح والضروري والوقتي للقانون، كيف نحبوا احنا من خلال الاستباق ومن خلال الوقاية خير من العلاج. انطلقنا بعد موافقة كل أعضاء المجلس البلدي للنيابة الخصوصية للمراجعة الشاملة والتامة لمثال التهيئة العمرانية، واللي توا احنا في بصدد الخطوات الترتيبية الأولى من خلال إرسال كراس شروط للإدارة الجهوية للتجهيز لإبداء ملاحظاتها، ثم فيما بعد مش يتم تعيين مكتب دراسات للشروع بصفة كاملة وشاملة في دراسة شاملة ودقيقة ومراجعة لمثال التهيئة العمرانية. وبالمناسبة نحب احنا من خلال القناة متاعكم نوجه رسالة لكل البلديات اللي احنا نشترك معها في معناها خليني نقول كانجاز التعبير في بوان دانترسكسيون او خط تماس ما بيناتنا، في ان نقعد الكل على الطاولة مع بعضنا ونحاول نعمل دراسة مشتركة مع بلدية كودة، مع بلدية القلعة الصغرى، مع بلدية سيدي بوعلي، ونعملوا مراجعة كاملة تشترك فيها كل هذه البلديات حتى ننظر إلى رؤية جديدة. إذا كان قلنا القلعة الكبيرة 2060 و2070 خلينا نقولوا سوسة 2080 و2090 حتى ما عادش تتفرض علينا أحياء شعبية بالشكل هذاك وتخلينا وقتها احنا مضطرين لتطبيق القانون فقط. سابقا حكينا في لقاءات سابقة على القلعة الكبرى ستغير وجهتها من مدينة فلاحية إلى مدينة صناعية، نحب نركز على مدينة صناعية، فيها ضوابط، الضوابط هذه فيها أيضا أراضي، أراضي لازم تكون تابعة لمثال التهيئة العمرانية. حبينا نحكيو على الحلول المقترحة من حضرتكم ومن بلديتكم واللي تعتبر كمثال نجموا نسجوا عليه معناها بقية البلديات اللي تعاني من نفس المشكلة، كانت قدمنا بسط على الحلول هذه في إطار مقاومة البناء الفوضوي وكل مظاهر الفوضى اللي عامت البلاد معناها تو مدة. والله كما تفضلت معناتها بالشرح، هو المنطقة الصناعية اللي هي جزء لا يتجزأ من معتمدية القلعة الكبرى ككل، ماهيش باش تكون معناتها في خارج خانة المراجعة الشاملة لمثال التهيئة العمرانية، بالعكس احنا في المدة الأخرانية في إطار تنشيط مجمع الصيانة للمنطقة الصناعية بمدينة القلعة الكبرى، كنا جمعنا كل الصناعيين وكل المؤسسات وأرباب المؤسسات الصناعية وحطيناهم أمام واقع تطوير مؤسساتهم اللي يقتضي بالضرورة العناية بالطرقات اللي معناتها محاذية لهم بمحيطهم بكل ما من شأنه أنه يسهل وييسر عملية نجاح وتطوير مؤسساتهم الاقتصادية. وفي هذا الإطار التوسع أو امتداد المنطقة الصناعية لن يكون على حساب المجال العمراني والمجال السكني لمدينة القلعة الكبرى، بالعكس احنا في إطار الرؤية الشاملة هذه كل متساكني والوافدين على مدينة القلعة الكبرى اللي معناتها خلينا نقول يطيبوا فيها العيش واللي باش يقصدوا باش يركزوا بنياتهم ومساكنهم في مدينة القلعة الكبرى مش يكون عندهم يعني بلان ومخطط دقيق فيه كل المرافق العمومية، فيه كل المؤسسات التربوية، يعني فيه رؤية واضحة ما يتمكنش لا من قريب ولا من بعيد، هو يعرف اللي كونه القانون ما يسمحلوش
باش يبني في مناطق يحجر فيها البناء، وبالتالي إذا كان احنا عدينا دراسة مسبقا وسلفا ويكون كل واحد يعرف روحه بجنبه على يمينه وعلى يساره شنو موجود. يعني المداخل، نحكيه على المداخل الرئيسية اللي هي الشريان الحياة الحقيقي لمدينة سوسة. حب نقوله للقلعة الكبيرة عندها مداخل رئيسية تربط تونس وتربط باقي الجهات بسوسة والقلعة الكبيرة وباقي المعتمديات. المداخل هذه كما نقوله فيها تصير فيها برشة تجاوزات. حب نحكي على الأراضي اللي هي فلاحية بالأساس وقاعدة يتم فيها بناء فوضوي رهيب رهيب جدا، وقاعدة تشوه في نحب نحكي على الصورة الجمالية اللي مش تصبح على القريب العاجل أو في القريب العاجل هي الوجه الجميل لمدينة سوسة. نحكيه على المستقبل، نحكيه على باش نقولوا ليه للفوضى، ليه للمخالفين. نجم تحكينا شنو اتخذت معناها بلدية القلعة الكبرى بوصفكم معناها رئيس النيابة الخصوصية بوصفكم المعتمد، معناها شنو الحلول وشنية الانجازات اللي ممكن تقوم في القريب العاجل؟ فعلا اخت سهير، احنا من حظنا خلينا نقولوا ان في ولاية سوسة يعني ولاية جوهرة بامتياز تستقطب الجميع ويقصدها الكل، وخاصة في الذروة معناتها في فصل الصيف، وبالتالي يولي الاكتظاظ والدخول والخروج منها يعني ما يتمش بيسر. وبالتالي وقت اللي نتحدثوا على الطرقات معناتها اللي هي مداخل ومخارج المدن ويكتسحها كما قلت أختي معناتها البناء الفوضوي، طبيعي جدا أنه مش تكون المظهر الجمالي باش معناتها باش يتمس، كيف كيف زاد مش يقع اكتظاظ بشكل انه يصير فيه اختناق مروري. وبالتالي احنا في اطار دراسه شامله والمراجعه الكامله اللي حدثتك عليها لمثال تاهي العمرانيه، مش تكون فيها حاضر فيها اربع وزارات منهم وزاره الفلاحه اللي هي مش تدلي بدلوها وباش تعطي معناتها ان هي المجالات اللي تم فيها التوسعه وان هي المجالات اللي ضروري انه يحميوا فيها الملك الفلاحي. وبالتالي نحب نطمن كافه متتبعي ومتتبعات ومشاهدي ساحل تي في انه في اطار المراجعه الشامله لمثال تاهي العمرانيه اللي مش ينطلق في بلديه القلعه الكبرى، وخليني نقول ان شاء الله معناتها نتشاركوا فيه مع كل البلديات المجاوره، مش يتم فيه الاخذ بعين الاعتبار المناطق الفلاحيه اللي هي من غير الامكان ان هي تتمس مجددا. في هاللقاء ما يفوتنيش اني نحكي معاك على المخالفات اللي قاعده تصير على الطرقات، نقولوا تهديد السلامه، سلامه الانسان تهديده في روحه، اللي قاعدين يبنيوا دون بناء فوضوي وقاعدين يعتديوا على الرصيف، يعتديوا اعتداء على الرصيف. نحب نحكي اللي الطرقات هذه هي طرقات سريعه، السرعه فيها تتجاوز 70 كيلومتر وممكن توصل حتى ل 90 كيلومتر، فما برشا ناس مخالفه وقاعده تبني على الرصيف، فماش مثال معناها مش نقولوا ليه ردعيا ولا قطعيا باش الناس هذه تمتثل وتقوم بتنفيذ القانون ولسلامة أول حاجة المواطن التونسي، سلامة الأرواح وأيضا المحافظة، باش نحاول نقول جمالية مدينة سوسة بطرقاتها كافة. والله العناية بحياة كل مواطن تونسي، ومن هنا معناها مؤسستكم الإعلامية معناها اعطتوا أهمية وقصوى، احنا كيف كيف نحب نجد ونأكد انه المخالفات هذه ان الأوان انه يتم القضاء عليها وما تزيدش لا من قريب ولا من بعيد. احنا ضد كل هذه المظاهر اللي هي مخلة بالقانون، وكنا معناتها في تونس في كل شبر من تراب تونس كانت انطلقت كل معناتها السلطات المحلية والسلطات الجهوية في القضاء على هذه المظاهر اللي مخلة بطريق العام، يعني تضرب جمالية المدن كيف كيف، تثبت من حين لآخر في حوادث أودات بحياة التونسيين والتونسيات. احنا على اليمين وعلى اليسار في مداخل المدينة، ونحب نأكد على القلعة الكبرى انه البلدية لن تسمح لأي مواطن باش يحط معناتها حجرة على اليمين وعلى اليسار دون الحصول على ترخيص. كلمة الختام أردناها منك كلمة تحفز وتشجع كامل المعتمديات المجاورة للقلعة الكبرى كمعتمدية أكودة لارتباطها، لارتباط المسالك ببعضها ولارتباط الطرقات وغيرها من المعتمديات، لنسج على منوالكم ونسج على منوال العمل الدؤوب اللي تقوموا به لحماية سلامة المواطنين أولا ولحماية المشهد الجمالي ولحماية مدينة سوسة كافة. والله احنا في سوسة التي لا تتجزأ، نخدم في إطار فريق متكامل ومتجانس، وبكلنا كي نقعدوا على الطاولة نفكروا في سوسة 2060 وسوسة 2070. وأنا ما نشكش ولو للحظة أنه القلعة الصغرى والقلعة الكبرى وأكودة وهرقلة كل واحد
وفي سبيل انه المواطن في الساحل يعيش في مناخ سليم وفي بيئة سليمة وفي مدينة راقية اللي نحلم بها نحن لينا ولأولادنا والأجيال القادمة. شكرا سي سعيد، شكرا، بارك الله فيك، عايشك. شكرا.